مشاهدي قناة شفت في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر العاجل مباشرة من سلا طريق القنيطرة. حادثة سير مميتة، ضحية ديالها شاب في العشرينات، شاب اللي كيشتغل في توزيع الغذاء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حادثة السير المميتة اللي وقعت دقائق قليلة قبل أذان المغرب، واللي باقي التداعيات ديالها مستمرة إلى حدود ساعة قبل قليل أو الآن. باقي كتشوفوا معنا يعني عناصر رجال الأمن الوطني اللي حرقوا مكان الجثة ديال الشاب اللي في العشرينيات، في عمره 20 سنة، اللي كيشتغل في توزيع الوجبات الغذائية، شركة اللي هي معروفة. هاد الشاب هذا من بعد ما سالى العمل ديالو كان غادي للدار، حتى كيتفاجأ بسيارة ضرباتو، وللأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الشيء ناتج على السرعة المفرطة، ضرباتو السيارة حسب ما قال لنا أحد الأقارب ديالو، كانت السيارة جاية في سونس انتردي أو اتجاه المعاكس دقائق قليلة قبل أذان المغرب. للأسف كيوقعوا الحوادث السير بزاف دقائق قليله قبل اذان المغرب، وهذا الشيء كيرجع للواحد كيكون كيزرب. دائما كنقولوا الواحد يوصل معطل خير ما يوصل شيء. هنا حنايا في مكان الواقعه كنشوفوا الاسره ديال الشاب اللي التحقوا بمكان الحادثه، واللي كلهم تحت الصدمه، واللي كلشي تيبكي. يعني حاولنا حنا ما نشدوش، يعني ما نقربوش ليهم اكثر. الحاله ديالهم حاله هستيريا، والكل تيبكي. وللاسف هاد الحوادث هادو كيوقعوا بزاف، خصوصا في الدقائق القليله اللي كتفصلنا على صلاه المغرب، خصوصا على اذان المغرب، خصوصا في شهر رمضان. لهذا خاص الواحد انه دائما يستحضر في باله على انه اللهم يوصل مؤخر ولا ما يوصل شيء. هذه مساله اللي خصنا نكونوا كنامنوا بها جميعا. شاب اللي راح في العشرينات، شاب اللي في عمره فقط 20 سنه، واللي شفنا صحابه وشفنا عائلته وشفنا الكل تيبكي وكيتالم وكيتاسف، واللي ما داقوش مساكن النعمه من 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 البارح، ما داقوش النعمه. ودابا الان انتقلوا لمستودع الاموات. تشوفوا معنا الان المباشر المكان ديال المكان اللي كانت فيها الجثه او الجثمان ديال الشاب اللي عناصر رجال الامن الوطني دخلوه من اجل انه يتم النقل ديالو. كذلك حرقوا مكان الجثه بحكم انها كانت فيها الدم وكانت فيها يعني البقايا ديال ذاك الوليد. فما علينا الا اننا ندعيو ليه بالرحمه، والله يرحمه ويجعله من اهل الجنه، وندعيو مع الاسره ديالهم. اللهم الله يصبرهم، ويرزق، الله يرحمه ويصبرهم ويرزقهم الصبر والسلوان، لانه حقيقه صعيب 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 انك تفقد الكبده ديالك في العواشر. في جميع زعما جميع الايام صعيب، ولكن في هاد العواشر كتضاعف اكثر. يعني الواحد الصيام والله يحسن العون، شنو نقدر نقول، خصوصا ان الخبر ديال الفاجعه وصلتهم دقائق قليله قبل من الاذان ديال المغرب. فاحنا يعني كنت اسبوع على هاد الوقائع اللي تيوقعوا ديال الحوادث السير المميته، اللي الاحصائيات كتقول بانه دائما في شهر رمضان ترتفع عدد حوادث السير، خصوصا في مر العصر، يعني التوقيت اللي ديال قرب دقائق قليله اللي كتفصلنا على اذان المغرب. وهذا تيرجع لكل واحد باغي يوصل دغيا، كل واحد باغي يوصل دارو. على العموم تنشوفوا هذه هي النتائج كارثيه. ما علينا ان ندعيو بالاسره ديالهم بالرحمه بالصبر، والله ينزل لهم الصبر، الله ينزل لهم صبر سيدنا ايوب، الله يرحمه ويجعلوه من اهل الجنه، والله يعوض والديه فيه. فحقيقه ماشي سهل انه تفقد بين عشيه وضحاها، تفقد شاب، تفقد الابن ديالك او الاخ ديالك او الصديق ديالك. حنا شفنا اصدقاء ديالو اللي كانوا صغارين تيبكيو عليه في عين المكان. فانا قلت هاد الواقعه هادي وقعت يعني من دقائق قليله اللي كتفصلنا على اذان المغرب، والى حدود الساعه راه باقي. ما بغيتش نشد لكم على المباشر، ما بغيتش نشد لكم يعني العافيه اللي اولا النار باش العافيه باش حرقوا داك الدم ديالو مسكين، وجات القوة جات الاسعاف ونقلاتو وداتو لمستودع الاموات. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لله ما اعطى ولله ما اخذ. حنا تنشوفوا على يدينا دليمن كاين الاسره ديالو اللي تبكي وتتغوت رافه بهم. ما يمكننا شيء نقل لكم هذا المشهد المؤلم الحزين. لله ما اخذ، ولا حول ولا قوه الا بالله.
الاسره ديال هاد الشاب باقا كتوافد على عين المكان باش انهم يشوفوا المكان الواقعه، المكان اللي توفى فيها الابن ديالهم في حادثه السير مميته. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تشوفوا الاسره ديالو اللي كتواجد بعين المكان، فانا قلت اني تم نقل جثمان ديالو الى مستودع الاموات بمدينه سلا. هادو هما نتائج السرعه المفرطه وعدم احترام قانون السير. فكما صرح لنا احد الاصدقاء ديالو، قال على لسان ديالو على انه السياره كانت جايه في اتجاه المعاكس. للاسف، حقا للاسف للاسف. انا كنشوف الاسره ديالو اللي ما بعض افراد الاسره اللي ما متقبلوش هاد الواقعه هادي وما مشاوش لمستودع الاموات وجاو كيزوروا مكان الحادثه، الحادثه المميته، الحادثه اللي راح ضحيه ديالها شاب في العشرينات واللي كيشتغل كيوزع ليفرر. وللاسف الشركه اللي هي معروفه، للاسف انه مسكين ما كانش عارف بانه القدر ديالو والاجل ديالو غادي يكون بهذه الطريقه. واليوم فهو كان كيبحث على لقمه عيش حتى كيتفاجئوا الاسره ديالهم بهذا الخبر المحزن والمؤلم والمؤسف اللي ما علينا الا اننا نقولوا ما يرضي ربنا ان لله وانا اليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل. هذا هي حال الدنيا، الواحد ما تيكون شي عارف شنو جاي ليه مع الوقت. ما علينا الا ندعيوا ليه بالرحمه والمغفره وندعيوا مع الاسره ديالو بالله يرزقهم الصبر والثبات، حيت راه ماشي ساهل تفقد ولدك كبده ديالك ولا خوك ولا صديق ديالك، ماشي ساهل. انا كيف ما قلت على ان افراد الاسره ديالو باقي كتوافد الان على مكان الحادثه، ف عدد كبير من الاسر ديال هاد الشاب اللي كتجي تشوف البلاصه اللي دار فيها الاكسيدون او الحادثه، البلاصه اللي توفى فيها الابن ديالهم، البلاصه اللي كيشوفوا حقيقة راه الله يحسن العون، كيشوفوا العافية شاعلة في الدم ديال ولدهم اللي توفى بحادثة السير مميتة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يرحمه ويجعله من أهل الجنة ويصبر الأهل ديالو ويرزقهم الصبر والسلوان في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم العظيم عند الله سبحانه وتعالى، يوم الجمعة، يوم جمعة من شهر رمضان المبارك. مشى في واحد الشهر اللي هو عزيز على الله، والله يجعلو أجر ومغفرة للأسرة ديالو. كيف ما تشوفوا معنا عدد كبير من أفراد الأسرة ديالو اللي كيتوافدوا على عين المكان من أجل أنهم يطالعوا ولا أنهم يلقيوا نظرة الوداع على آخر مكان كان فيها الإبن ديالهم. الله يرحمه ويجعلهم من أهل الجنة، والله يصبرهم، الله يصبرهم. راه ماشي ساهل على انك تفقد الكبده ديالك، وهذا الشيء تيرجع للتهور دائما وابدا. كنتكلموا على التهور، التهور في السياقه. احيانا كنقولوا، انا دائما كنقول بانك تذكر فاش كنت غادي في واحد السرعه اللي هي مفرطه، تذكر على انك اللهم تنقص، اللهم تنقص من السرعه وتوصل متاخر ولا ما توصل شيء. يعني هاد السيد اللي وقعت لي الحادثه السير مع هاد السائق ديال مع ليفرور اللي كيوزع الاغذيه، ما كانش كيعتقد بانه غتكون النهايه ديالو بحال هكا. ها هو دابا الان غادي يقدم نفسه لرجال الامن، ووقعوا صراعات قبل قليل. يعني حسب ما صرحوا لنا بعض المواطنين، قالوا لولا التدخل ديال رجال الامن الوطني للسائق والناس اللي معاه لكانوا من العدد الموتى حتى هما، لانه الحاله اللي كانت فيها الاسره ديال الشاب من بعد ما يعني اكتشفوا الواقعه كانت غتوقع جريمه لولا التدخل ديال رجال الامن الوطني اللي مشكورين واللي كيقولوا على قول الله اكبر، والاذان كيأذن والناس تتفطر، مساكن هما باقين خدامين وباقين في هذه العمليه هذه باش انهم على الاقل يخرجوا باقل الخسائر، ما توقعش شي جريمه واحده اخرى. فنقدروا نقولوا ان حادثه السير هي قدر الله ما شاء فعل، وان الشاب الاجل ديالو تقاضى، وان بزاف يعني خاصنا ناخذ العبره، خاص الواحد انه دائما يخدم عقله والتريض، وفي نفس الوقت اننا ما نستعجلوش لان الحياه ما تستحقش اننا نكونوا مستعجل، يعني ما نتسرعوش وما نكونوش، يعني الحياه ما تستحق حتى شي حاجه اننا نخاطروا بنفوسنا عليها. على العموم كندعيو بالرحمه والمغفره لهذا الشاب، وكندعيو بالله الله يجعل
الاسره ديالو ما جعلهم فيها اجر والله يعطيهم الصبر والسلوان. فكما كتشوفوا معنا باقي لحدود الساعه عدد كبير ديال الاصدقاء والاسره والجيران والكل كيتوافد على مكان الحادثه، الكل كي جاي باش انه يلقي نظره الوداع، النظره الاخيره على مكان اللي توفى فيه هذا الشاب 20 سنه في عمره، فقط 20 سنه. 20 كان خدام مراجع للدار ليفرور كيوزع الاغذيه ولا خدام في شركة اللي هي معروفة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كان الأجل دياله هو هذا، الأجل دياله مقدر له اليوم في هذا النهار المبارك في يوم الجمعة، من يوم الخميس من شهر عفوا يوم الجمعة من شهر رمضان المبارك، كان الأجل دياله على يد هاد السائق هذا اللي حتى والله يحسن ليه العوان، حق الله يحسن ليه العوان. غيبت في الكوميسارية واحد اليومين وغادي يتقدم وغادي تعتقل وغادي يدوز السجن وهو ما كانش ليه في الحسبان. تخيل والله هلا يقدر علينا هاد الوقائع، انك تكون جاي راجع من العمل وتوفى بطريقة اللي هي بشعة، وانك تكون راجع من العمل وتمشي تقضي فترة سجنية لانك قتلتي روح بحسن النيه، ما كانش عندك سوء النيه، ما كانش عندك سوء النيه انك تقتله، ولكن احيانا تيوقعوا وقائع في الحياه تتقول الله يخفف علينا. هادشي اللي نقدر نقول.